هناك بوادر، بوادر مشجعة من الإخوة. أمس قال في تفاعل، أمس قال في تفاعل كثير. وأنت الحقيقة ما نستطيع والله أن نثني عليك. هذا عملي إن شاء الله يكون فيه. أنت أبرزت هذا المشروع إلى الوجود. صحيح. أبرزت المشروع إلى الوجود بتفاعلك، بإعلامك الممتاز. واجبنا. نسأل الله لك الأجر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم. آمين. طيب أخي الكريم، الآن سميت العقبة باسم رمضان، هل توافق وأنت رئيس المشروع؟ الله المستعان. يعني يعتمد باسم رمضان الميدان؟ حتى لو يسموني أنا باسمه إني موافق، بس أنا أسمي العقبة وبس. أنا لي برضو رأي، اسمعني يا أخي، هذا الولد وعمه أحمد الميدان ناس شرفاء. صحيح. ناس وطنيين بما تعنيها الكلمة. بس أنا أرجو من الولد وأبوه، أبوه موجود ولا لا؟ أيوة. أن يكون هذا البوابة باسم رمضان، وبعدين نعمل بالمزاد العلني. هي ستكون كذلك. بالمزاد. ستكون. أنا أقول لك، ما رأيك؟ ستكون كذلك. إن شاء الله، إن شاء الله. هذه إن شاء الله قيمتها أقل شيء 10 مليون. ولنا الشرف. صحيح. لنا الشرف أن تسمى باسمه. صحيح. أما قولت أنا رئيس المشروع، صح، أنا ما يهمنيش هذه الألقاب ولا لا لا لا، الولد يستاهل والله. الولد والله اشتغل اسمع مننا.